جمعة جديدة من عمر الحراك تتزامن مع الذكرى 57 لعيدي الاستقلال والشباب. جمعة مثلما كانت فرصة للترحم على أرواح الشهداء، كانت موعداً للتمسك بالمطالب والتأكيد على التغيير الجذري. احنا نسحقوا مادة 7 ومادة 8، هذه هي طبقوها لنا، والاستقلال مازال ما ديناش. نهار ندوا الاستقلال نهار يعطونا خدمة تولي لبلادنا مليحة، راه يبقى كل واحد يدي حقه باش ندوا الاستقلال. غير مستمر إلى غاية تحقيق التغيير الذي خرجنا من أجله يوم 22، رافضين وجوه السلطة. الخامس جويليا لم يختلف عن باقي الجمعات إلا في حرارته، فمظاهر التآخي والتضامن حاضرة لتبلغ عن شعب لم يثن مرور الأشهر من عزيمته نحو الاستمرار في حركه. مع موجة الحر هذه ديسيدينا نعاونوا الناس، نشمخوهم، نبردوهم، نعاونوا لي سكوريست. احنا كنا مع الأول دايرين جدار عازل ما بين الشعب والشرطة باش ما تكونوش احتكاكات، وحنا نتبعوا شغل في الأحداث كيفاه تكون. الغاشي دوكا ولا يفيتي تونل، ولينا نمشيو مع الغاشي نرشوهم بالماء، يطيح واحد نعاونوه، نجيبوا له الإسعافات، كاين جروب تاع الإسعافات هنا، رانا نخدموا معاهم. العاصمة وولاية الوطن احتفت بيوم استرجاع الحرية لكن بطعم آخر، فاستقلال 62 900 و1000 كان من سلاسل المستعمر، أما استقلال اليوم فمن الفساد والمفسدين.